خوان ميتشا وغينيا الاستوائية من أجل كتابة تاريخ نزيه بالإسبانية. غينيا الاستوائية دولة فريدة في إفريقيا، هي الدولة الإفريقية الوحيدة اللي بتتكلم أسباني، ده راجع لأنها كانت محتلة من إسبانيا لحد سنة 1968. غينيا الاستوائية بتشارك لأول مرة في كأس أمم إفريقيا وهي مش الدولة المستضيفة. في سنة 2012 استضافت البطولة مع الجابون وخرجت من ربع النهائي، وفي 2015 استضافت البطولة منفردة وحصلت على المركز الرابع. المشاركة الأخيرة دي بالذات ليها قصة غريبة جداً. غينيا الاستوائية اشتهرت في الكرة الإفريقية بتجنسها للاعبين البرازيليين تحديداً. اللاعبين دول ما كانش ليهم أي ارتباط بغينيا الاستوائية. في تصفيات أمم أفريقيا 2012 خسرت غينيا الاستوائية من الكونغو الديمقراطية 4-0، وفي مباراة العودة جنست غينيا الاستوائية 9 لاعبين برازيليين لقلب النتيجة. غينيا الاستوائية فعلا كسبت 2-1، بس ده ما كانش كافي للتأهل للبطولة. كلود لوروا مدرب الكونغو الديمقراطية وقتها وصف غينيا الاستوائية بأنها الأمم المتحدة لكرة القدم. وفي تصفيات سنة 2015 اللي كان المفروض تقام في المغرب، فازت غينيا الاستوائية على موريتانيا وتأهلت لمواجهة أوغندا في الدور التالي. بس شكوى موريتانيا بسبب مشاركة لاعبين بأسامي وهويات مزورة تسببت في استبعاد غينيا الاستوائية قبل اعتذار المغرب عن استضافة البطولة. علشان تروح البطولة لغينيا الاستوائية وتحقق فيها أفضل نتيجة لها باحتلال المركز الرابع. لكن مين ينسى الجدل التحكيم الكبير في ربع نهائي النسخة دي خلال مواجهة تونس؟ في نفس الوقت ده كان خوان ميتشا مدرب منتخب تحت 17 سنة في غينيا الاستوائية. ميتشا لعب لنوادي مغمورة في إسبانيا وانضم لمنتخب غينيا الاستوائية في أواخر التسعينيات. بعد اعتزاله انضم ميتشا لجهاز فريق فوينالا برادا في الدرجة الثانية في إسبانيا، وهناك تعرف على الأرجنتيني استيبان بيكر وأقنعه يمسك منتخب غينيا الاستوائية للسيدات. وفي 2020 ميتشا قدم طلب علشان يكون مدرب منتخب غينيا الاستوائية الأول بعد رحيل الفرنسي سبيستيان مينييه. ميتشا مع مدرب تاني اسمه كاستونوبو قادوا الفريق للفوز على ليبيا في الذهاب والعودة في تصفيات أمم إفريقيا. وبناء على النتائج دي اتحاد غينيا الاستوائية عين ميتشا بشكل نهائي. ورغم القرار ده ميتشا قال في أكتر من مناسبة إنه مش سعيد، وده بسبب نقص الإمكانيات وغياب عدد كبير من اللاعبين بسبب ظروف فيروس كورونا وعدم قدرتهم على السفر. ميتشا صرح إن لعب كأس الأمم الإفريقية لأول مرة برا بلاده هيكون تحدي كبير. غينيا الاستوائية هتلعب في مجموعة قوية مع الجزائر حامل اللقب وكوت ديفوار وسيراليون. هل ممكن غينيا الاستوائية تخطف تذكرة لدور الستاشر؟